جمعية بسمة الحي تعود من جديد بدورات الكاستينج لاختيار أبرز الممثلين للفيلم الجديد. هل تفكر الفنانة راوية في الزواج؟ الجواب في هذه الحلقة. ابتسام تسكت تصدم المتابعين في أحدث ظهور لها. تهم النصب والاحتيال تقود لاعتقال موظف بالمندوبية الجهوية للسياحة بمراكش. البوفا تورط مواطنا من جنوب الصحراء ببني مكادة. إسرائيل قتلت 46 صحفيا، مراسلون بلا حدود، استهداف الإعلام جريمة حرب. معبر القرقرات إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بشاحنة وتوقيف سائقها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. قبل بداية كل حلقة نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اعتمدت جمعية بسمة الحي للتنمية والثقافة والفن على إدراج فقرات المسرح والسينما في دوراتها التي يتم إنجازها في مركز خدمات الشباب بني مكادة، وذلك كل يوم ثلاثاء وجمعة على الساعة 6 مساء بنفس المكان، حتى يتم انتقاء المواهب والطاقات التي ستشارك في العمل السينمائي الذي سيتم تصويره خلال القادم من الأيام، حيث أن العمل السينمائي السالف الذكر سيكون من ضمن فئة الأكشن والدراما والكوميديا. وارتأت جمعية بسمة الحي لتنظيم هذه الدورات التدريبية قبل الانطلاق في التصوير حتى تفتح المجال للعديد من المواهب الشابة وأيضا من كل الأعمار ليتسنى لهم إبراز مواهبهم وطاقاتهم في مجال التمثيل والغناء، حيث تعد هذه الفرصة لمن يهم الأمر بالظهور في الساحة الفنية. الجدير بالذكر فقد قررت الجمعية كذلك أن تكشف من خلال هذه الدورات التعرف على الطاقات التي تود الاستمرار والانخراط معنا في هذا العمل الذي سيمثل مدينة طنجة والمغرب ككل، كما أننا نود أن ننوه لكل من يود الانخراط في الجمعية بأن الأعمال لن تنحصر فقط في فيلم سينمائي واحد، وإنما أيضا في الأفلام القصيرة والمسلسلات وأيضا العروض المسرحية وورشات الغناء وكتابة السيناريو والإخراج السينمائي والتصوير. كشفت الفنانة المغربية فاطمة هراندي المعروفة براوية عن إمكانية دخولها القفص الذهبي لأول مرة بعد وصولها لسن 72 عاماً. واستبعدت الفنانة المغربية راوية أثناء حلولها ضيفة ببرنامج راشيد شو مع الإعلامي رشيد العلالي استبعدت فكرة الزواج، وصرحت راوية قائلة: واش كتضحك ليا؟ أنا ما عنديش فكرة الزواج حيث ما مسالياش للزواج. وأعربت الفنانة المغربية راوية عن سعادتها عقب استقبالها من طرف الإعلامي رشيد العلالي فوق العمارية، وهو الأمر الذي لقي تفاعلا كبيرا من طرف الجمهور المغربي. صدم عدد من متابعي الفنانة المغربية ابتسام تسكت بملامحها الجديدة التي جعلتها تشبه بشكل كبير الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. وأطلت الفنانة المغربية ابتسام تسكت على متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام بصور جديدة بعد غيابها عن منصات التواصل الاجتماعي، حيث فوجئ مجموعة من المتابعين بالشبه الكبير بين ابتسام تسكت واللبنانية هيفاء وهبي، وجاءت التعليقات على النحو التالي:
أفادت مصادر أن مرشحين لجياز مباراة إدماج المرشدين السياحيين غير النظاميين تقدموا بشكاية ضد موظف بالمندوبية الجهوية لوزارة السياحة بمراكش يتهمونه فيها بالنصب عليهم في مبالغ مالية نهزت 10 ملايين سنتيم بعد أن وعدهم باستغلال وظيفته لتمكينهم من النجاح في مباراة الإدماج. وحسب ذات المصادر فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمر باعتقال الموظف المذكور ووضعه تحت تدابير حراسة نظرية في انتظار تقديمه أمامه لاتخاذ المتعين قانونيا. ويشار إلى أن مجتازون لامتحان المرشدين السياحيين من ذوي التجربة السياحية والدراسة كانوا قد احتجوا أمام مقر المندوبية الجهوية للسياحة بمراكش للتنديد بإقصاء من النجاح في الامتحان والاقتصار عنوة على المرشدين غير المرخصين من ذوي السوابق العدلية والإجرام السياسي. ورفع المحتجون شعارات تندد بإنجاح المسؤولين المحليين بمراكش للمرشدين الغير مرخصين أصحاب السوابق العدلية لإسكاتهم وعدم احتجاج تنسيقياتهم كما في السابق. واستنكر المحتجون عملية الإقصاء التي طالتهم على الرغم من توفرهم على تجربة مهنية على مدى عقود ومؤهلات دراسية وكفاءة ميدانية مقابل نجاح مرشدين من ذوي السوابق العدلية دائمي الاعتقال من طرف الشرطة السياحية والأمن الذين يصعب ائتمانهم على السياح وضيوف المدينة والذين يفتقرون إلى لغات التواصل مع السياح. تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة مساء يوم الجمعة الثالث من نوفمبر الجاري من توقيف مواطن من دولة في إفريقيا جنوب الصحراء يبلغ من العمر 47 عاماً وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مخدر البوما. قد تمكنت إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من العثور بحوزة المشتبه فيه على 830 جراماً من مخدر البوما وكيلوغرام و750 كيلوغرام من مخدر عشيرة وأكياس من مادة البيكربونات وسكينين ومجموعة من الساعات اليدوية والمنقولات المشكوك فيها والتي يجري تحديد مصدرها. وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لإجراءات البحث القضائية الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر وكذا توقيف باقي المتورطين في جلب وترويج المخدرات المحجوزة. بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال معركة طوفان الأقصى 46 صحفيا حيث أفادت لجنة حماية الصحفيين أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين فيما أدانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الصحافة في قطاع غزة. وأدانت المنظمة العالمية في بيان لها بعد أن قصف الاحتلال برجا يضم مكاتب وسائل إعلامية عدة مثل وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس وشبكة الجزيرة القطرية الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الصحافة في غزة مؤكدة أن استهداف الإعلام يعتبر جريمة حرب. وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين الهجمات واعتبر أن استهداف وسائل الإعلام جريمة حرب مطالبا بإجراء تحقيق فوري. وأضاف الاتحاد في بيان أن كاميرا وكالة الأنباء الفرنسية بثت على الهواء مباشرة الضربة التي تسببت في أضرار بمكتبها في مدينة غزة ولحسن الحظ لم يكن أي من موظفيها في المبنى. فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية على منصة الإكس فجر يوم السبت إن الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة أنه نفذ غارة بالقرب من مكتب الوكالة دون أن يستهدفه بأي شكل من الأشكال حسب زعمها. تجدر الإشارة إلى أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين لم يقتصر على قطاع غزة وإنما شمل مجموعة من الصحفيين في بلدة علماء الشعب جنوب لبنان في 13 من أكتوبر وهو ما أسفر عن مقتل صحفي وإصابة 3 آخرين. أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك والدرك الملكي بمعبر القرقرات جنوب مدينة الداخلة يوم الجمعة الثالث من نوفمبر الجاري عن إجهاض محاولة لتهريب شحنات من المخدرات تبلغ 175 كيلوغراما من مخدر الشيرة كانت على متن شاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب. وقد تم إخضاع هذه الشاحنة لعملية تفتيش دقيقة أسفر عن العثور بداخلها على 175 كيلوغراما من مخدر الشيرة.
عشيرة مخبأة وملفوفة ضمن علب لمشتقات الألبان موجهة للتصدير نحو الخارج. وقد تم ضبط سائق الشاحنة المستخدمة في محاولة تهريب المخدرات المحجوزة، وهو مواطن من جنسية مغربية يبلغ من العمر 61 عاما، والذي تم وضعه رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد كافة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي. كانت هذه آخر فقرة في حلقتنا لهذا اليوم، شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.